قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. ثم قال الشيخ: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ممكن يحجبه شيء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أيمكن أن يكون شيء أقرب إليك منه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنتم اللي مش شايفين. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر. ودي مولانا الشيخ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري لما كان يفسر القرآن، فلما وصل لقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فأنفق عليها 360 مجلسا، قعد يفسر الآية دي بس، يحبهم ويحبونه، في 360 يوم. ثم وصل إلى قوله تعالى: يعلم السر فإنه يعلم السر وأخفى، فأنفق فيها سنوات طويلة وهو يفسر خفاء معاني أسرار أسماء الله تعالى. ما هو يعلم السر وأخفى، يبقى الأسماء إيه معاني؟ نجد بعض الكتب يشرح معاني أسماء الله تعالى، لا هو مش بيشرح معاني أسماء الله بس، أسرار معاني أسماء الله تعالى، أسرار أسماء الله تعالى، ده مش السر. يعلم السر وأخفى، يبقى بيشرح ما خفي من أسرار معاني أسماء الله تعالى، فأنفق فيها سنوات طويلة إلى أن شعر بدنو أجله، لأنه أخذ يفسر القرآن من سنة 437 هجرية إلى أن انتقل، أنا مش متذكر، أظن 490 هجرية وهو بيفسر القرآن، إلى أن وصل لما شعر بدنو أجله، فأسرع حتى ينتهي من تفسير القرآن قبل موته، حتى وصل إلى قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم، فمات حين ذاك. كان من كبار العلماء العاملين العارفين الأولياء المحققين، غاص مع أعماق معاني هذه المعاني والأسماء، حتى أنه لما وصل إلى قوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، قال: فكف بصره حين ذاك. وده كان بيفسر ولا بيشوف؟ يكاد سنا برقه سبحانه وتعالى يذهب بالأبصار، قال: فلما وصل إلى قوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، قال: فكف بصره حين ذاك. كان يفسر أم يرى؟ فكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ وقربه تعالى قرب علم وإحاطة وشهود، لا قرب مسافة. قربه منك قرب علم
وإحاطة وشهود لك لا قرب مسافة جل وعلا جل وعلا، إذ لا مسافة بينك وبينه إلا أنت، ما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه، إذ يستحيل أن يوجد معه سواه، فالمسافة منك لا منه، فجل وعلا. ولذلك مولانا الشيخ أبو طالب المكي في معنى مقام المشاهدة يقول: وهو أول والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهو أول مقام المشاهدة، أول مقام المشاهدة، مقام المقربين ده أول مقام المشاهدة، أول درجات المشاهدة. يعني إحاطة منك، بمعنى أنه بيتجلى عليك بشهوده فيحيط بقربه بعد نفسك، يعني هو الذي يتجلى عليك بأنوار قربه. أبو طالب مكي يقول: أي مشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس، يتجلى عليك تجلي قرب، تجلي علم، يتجلى عليك بأنوار قربه فيحيط ببعد نفسك، لأن المسافة منك والبعد منك لا منه، فجل وعلا أن يحجبه شيء. فإذا ما تجلى عليك بقربه أحاطت أنوار قربه بنفسك فيحيط ببعد النفس، مشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعدها في قربه، فيغيب بعدها بعد النفس في قرب الحق سبحانه وتعالى، وينطوي عقله تحت ظنه، أي تحت يقينه. الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، متيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وينطوي عقله تحت ظنه وحكمته في قدرته. الحكمة والأسباب تنطوي في القدرة، في أنوار القدرة، أنوار الحكمة تنطوي في أنوار القدرة، فلا يرى فرقا بين الحكمة والقدرة، لا يرى تعارضا بين الحكمة والقدرة، لا يرى تعارضا بين قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبين أن الرامي على الحقيقة أو الواقع هو زيد أو عبيد من الناس، عبيد من الناس، لا يرى هذا التعارض الظاهري في حقنا. مشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيغيب بعدها في قربه، وينطوي عقله تحت ظنه وحكمته في قدرته، كانطواء نور القمر في ضياء الشمس، والله غالب على أمره. القمر موجود، لكن إذا ما طلعت أنوار الشمس ينطوي نور القمر في ضياء الشمس فتغلب عليه فيفنى فيها، فلا يبقى لأنوار القمر أثر مع ضياء الشمس. فهكذا المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فده أول مقام المشاهدة اللي هو مقام السابقون السابقون أولئك المقربون. فهو قرب من الله تعالى، قرب علم وإحاطة وشهود لا قرب مسافة، إذ لا مسافة بينك وبينه. وقد تقدم في الحديث: وإن الله ما حل في شيء ولا غاب عن شيء، جل وعلا أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء جل وعلا، وهو القديم. فشتان ما بين القديم والحديث والخالق والمخلوق،
ومن قال بهذا فقد كفر، فهذا لا جدال فيه، وهذه ليست عقيدة أهل التوحيد. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: الحق تعالى ليس من شيء ولا في شيء، الحق تعالى ليس من شيء جل وعلا ولا في شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء، إذ لو كان من شيء لكان مخلوقا، إذ لو كان من شيء لكان مخلوقا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا، ولو كان فوق شيء عفوا، ولو كان فوق شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا. معلش شوية فيها عقيدة، علم العقيدة شوية مع الكلام بتاع الجماعة الدراويش، فأنا عارف إنه ثقيل شوية الكلام ربما، لكن أنتم من أهل الأذواق إن شاء الله تتذوقونه يعني. زي ما قال مولانا الشيخ الشبلي لما سألوه عن الحقيقة، قال: من تكلم فيها بالعبارة فقد ألحد، ومن أومى إليها بالإشارة فقد أشرك، ومن سكت عنها فهو جاهل. دوخنا الشيخ. من تكلم فيها بالعبارة فقد ألحد، ومن أومى إليها بالإشارة فقد أشرك، ومن سكت عنها فهو جاهل، ومن ظن أنه واصل فليس بحاصل، ومن ظن أنه قريب فهو بعيد. وكلما ميزتموه بأوهامكم وعرفتموه بعقولكم فهو مخلوق محدث مثلكم، وما قدر الله حق قدره. يبقى أنت بتتكلم بتعرف نفسك على قدر علمك، على قدر إحاطتك، تقول: أما هو جل وعلا أن يقدره غيره أو يعرفه غيره، وما قدر الله حق قدره. ورضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه الصديق إذ قال: سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، أي أن غاية علم الخلائق بالله تعالى هو تحققهم بالعجز عن معرفته، أي تبذل قصارى جهدك وتفنى لكي تتعرف على الحق سبحانه وتعالى، فغاية جهدك وغاية علمك إذا ما تحققت وصلت إلى درجة التحقق بالعجز، ولا أقول مجرد الإقرار، التحقق غير مجرد الإقرار، إذا وصلت إلى الإقرار، إذا وصلت إلى التحقق بالعجز، فهذه بداية المعرفة. ولذلك قالوا: العجز عن درك الإدراك إدراك، أي أن بداية الإدراك هي التحقق بالعجز عن إدراك الإدراك، لأنه هو المدرك سبحانه وتعالى، يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. ولذلك غاية معرفة الخلائق هو التحقق بالعجز. ولذلك يقول ابن عطاء الله في حكمه ما معناه ربما: إن كنت تظن، هو بيبذل جهد لمعرفة الله، إن كنت تظن أنك لا تصل إليه، أي تصل إلى معرفته، فجل وعلا أن يصل إليه أحد أو يتصل به أحد، فهو وصول معرفة، وصول علم وقرب علم. إن كنت تظن أنك لا تصل إليه، إن كنت تظن أنك لا تصل إليه قبل فناء مساويك، قبل فناء مساويك ومحو دعاويك، فإنك لن تصل إليه أبدا، وإنما إن أرادك تجلى عليك
فمحى وصفك بوصفه وفعلك بفعله فتصل إليه من حيث ما منه إليك لا من حيث ما منك إليه. إن كنت تظن أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك أو محو دعاويك للادعاءات بتاعتك والعيوب والادعاءات دي فلن تصل إليه، لكن أنت تبذل ما عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن هو إذا تفضل عليك وتجلى عليك، إذا فتح لك باباً للتعرف عليه، فاعلم أنما هو الذي أراد أن يتعرف عليك. إذا تفضل عليك وتجلى عليك بأنوار قربه، بأنوار قربه، إذا ما تجلى عليك يمحو وصفك بوصفه وفعلك بفعله فتعرفه، فتصل إلى معرفته من حيث ما منه إليك من تجليات من تعرفات. إذا فتح عليك، إذا فتح لك التعرف عليه فتصل إليه من حيث ما منه إليك، من حيث ما منه إليك من تجليات من أنوار قرب، من أنوار رحمة، من أنوار عناية، من أنوار محبة، فتصل إليه من حيث ما منه إليك لا من حيث ما منك إليه، لأن ما منك إليه شيمته العجز. عليك أن تبذل الجهد إلى أن تتحقق بالعجز فتكون قد أخلصت، فيعتني بك وتجلى عليك، فتعرفه به لا بك، وتعرفه منه لا منك سبحانه وتعالى عما يصفون. وقيل له: يا ابن عب يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي، يبقى كلام سيدنا علي: الحق تعالى ليس من شيء ولا في شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء، إذ لو كان من شيء لكان مخلوقا، ولو كان فوق شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا. وقيل له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين كان ربنا أو هل له مكان؟ فتغير وجهه، بقولوا له: أين كان ربنا أو هل كان له مكان؟ هل له مكان؟ فتغير وجهه وسكت ساعة ثم قال: قولكم أين الله سؤال عن مكان، وكان الله ولا مكان. تقولوا أين الله؟ تسأل عن مكان؟ كان الله حيث لا مكان، كان الله ولا مكان. ثم خلق الزمان والمكان، وهو الآن كما كان دون مكان ولا زمان. وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قيل لي: يا علي، بي قل وعلي دل وأنا الكل. هذا كما في حديث البخاري. فرق بين مقام أن تقول لله وأن تقول بالله. ناهيك عن من يقول بنفسه أو لنفسه، في بيقول لنفسه، يقول لنفسه أو من أجل نفسه، ويقول بنفسه بهواه، ده ما علينا منه. لكن في المخلصين السالكين من يقول لله، ومنهم من يقول بالله، وبين لله وبالله درجات، نسأل الله أن نكون من أهل لله ومن أهل بالله إن شاء الله.
ويقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وتفسير ما في الحديث قبله والله تعالى أعلم. تفسير هذا وما في الحديث قبله، يعني أن ابن آدم بيسب الدهر وأنا الدهر، أي أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله، أي أنه لا زمان ولا مكان. فالزمان في حقنا نحن، والمكان في حقنا نحن، وليس هناك ثم إلا الله سبحانه وتعالى. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمل.